وينضم إلينا مباشرة من مدينة شرم الشيخ يوسف عبدين موفد القناة الأولى بالتلفزيون المصري. يوسف ضعني في الصورة يوسف لما يتم من أحداث وجلسات اليوم في كوب 27. بيكي هبة من هنا من أرض السلام من مدينة شرم الشيخ، حيث مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. اليوم هو خامس الأيام الموضوعية وسابع أيام هذه القمة، قمة التنفيذ التي شهدت العديد من الجلسات والأيام التفاعلية حول العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمواجهة التغير المناخي. هبة، إذا كنا نتحدث عن آثار التغيرات المناخية فنحن نتحدث عن فيضانات، نحن نتحدث عن جفاف في بعض الدول، نحن نتحدث عن غابات في الحرائق، كل هذا يؤدي إلى ضرر كبير في ملف مهم جدا وهو ملف الغذاء والزراعة. ما يقرب من ملياري شخص حول العالم يعانون من تأثرات من التغيرات المناخية فيما يتعلق بالغذاء، الأمن الغذائي والزراعة. اليوم هو يوم التكيف والزراعة، الأمران مرتبطان ببعضهما البعض، فملف الزراعة أحد الملفات الهامة والتي تأثرت كثيرا بالانبعاثات الحرارية التي تسببت فيها العديد من الدول الكبرى والكيانات الصناعية المتقدمة. إذا كنا نتحدث عن التكيف فنحن نتحدث عن الدول الأقل نموا، الدول الأفريقية التي تتحدث باسمها مصر هنا في قمة التنفيذ، وربما بالأمس كان التركيز أكثر على مسألة التكيف عندما كان الحديث عن إزالة الكربون. إزالة الكربون هو شق متعلق بالتخفيف، أما اليوم فهو التكيف. التكيف يعني الاحتياج إلى مساعدات، الاحتياج إلى وفاء الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها لتمويل الدول الأكثر تضرراً من هذه الانبعاثات الحرارية ومن تبعات التغير المناخي. التكيف يساعد هذه الدول على مواجهة التغيرات المناخية. قطاع الزراعة، إذا كانت مصر سعت فيه خطوات جادة في طريقها إلى مواجهة التغير المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة وتأمين الغذاء للمواطنين، فهي أيضا حملت على عاتقها التحدث باسم القارة الأفريقية، لأنها تحتاج مساعدات على وجه السرعة، تحتاج إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل الدعم والتمويل لقدرتها على التكيف لمواجهة التغيرات المناخية. اليوم هبة شهد إطلاق مبادرات هامة في إطار التكيف وفي إطار الحفاظ على الأمن الغذائي. من هذه المبادرات مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام فاست، وأيضا مبادرة العمل المناخي والتغذية، ومبادرة الاستجابة المناخية للحفاظ على السلام. اليوم شهد العديد من الجلسات داخل أروقة المؤتمر للعمل على ضرورة أن تتكاتف الدول الكبرى وتفي بتعهداتها تجاه الدول الأقل نمواً في مسألة التكيف. التكيف يحتاج إلى تمويل بمئات المليارات لدفع هذه الدول إلى الحياة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية. نعم يوسف، ماذا عن ما هو متبقي من جلسات اليوم وأيضاً جدول أعمال ما هو قادم في الغد أو بعد غد؟ اليوم شهد يعني ما بقي من اليوم، هناك جلسات إلى ربما بعد ساعات تنتهي فعاليات اليوم. من ضمن الجلسات منتشرة على مدار قاعة المؤتمرات لمناقشة هذه الجزئية، جزئية التكيف والزراعة. كل جلسة بتشهد شق معين تضم عدد من المفوضين والمسؤولين والمهتمون بمسألة الزراعة والتكيف. نحن مستمرون في البحث داخل قاعات هذه القاعة لمعرفة ما يدور داخلها من أمور تتعلق بالسعي وسعي الدول والمسؤولون عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية من خلال مسألة التكيف. التكيف حتى الآن هبة يعاني، لأن نسبة الاهتمام بمسألة
التكيف لم ترقى حتى الآن إلى مستوى مطلوب. نحن على علم بأن التخفيف يحصل على 80% من التمويل الغير كافي حتى في الأساس، بينما يحصل التكيف على 20% من التمويل المقدر حتى الآن. نعم يوسف عبدين، موفد التلفزيون المصري إلى قمة شرم الشيخ كوب 27، أشكرك جزيل الشكر.